دكتور سمير، لماذا إذا كانت روسيا نجت من كل هذه العقوبات يلجأ الغرب لفرض المزيد من العقوبات، وهو ما حدث بعد وفاة نافالني؟ دكتور سمير، كيف تفسر موسكو هذا الأمر؟ أهلا وسهلا بكم. في البداية تحياتي لكم ولضيفكم الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني أولا إضافة إلى ما تفضل به ضيفكم الكريم من نجاح روسيا في نسج علاقات اقتصادية ومالية مع مختلف دول العالم بما بها الدول الشرقية، يعني عندما أقفلت نافذة أوروبا على روسيا نجحت روسيا في فتح بوابة واسعة لها من العلاقات في مجال التجارة والصناعة والاقتصاد والنفط والغاز وإلى ما هنالك. كل هذا ساهم بوقوف الاقتصاد الروسي ومنعه من الانهيار، هذا أحد الأسباب. لكن هناك سبب مهم أيضا، يعني لا يقل أهمية عن نجاح روسيا في هذا المجال، ألا وهو توافر كل الموارد الطبيعية داخل روسيا. يعني نحن نعلم أن روسيا هي عبارة عن قارة وليست دولة صغيرة، وكل الموارد موجودة داخل روسيا من زراعية اقتصادية، نفط، غاز، فحم حجري، كل المواصلات متطورة ومتقدمة إلى أبعد الحدود. إذا ما أحسنت روسيا استخدام واستثمار ما لديها، لا أعتقد أن أحدا في العالم يستطيع يعني مضايقة الاقتصاد الروسي أو التأثير عليه بشكل يؤدي إلى انهياره. لهذا السبب بتقديري روسيا استطاعت أن تتخطى كل العقوبات الغربية، ولم تنجح لا العقوبات المالية ولا الاقتصادية بكسر وضرب الاقتصاد الروسي، إذ أن اعتماد أوروبا كان بتحريض أوكرانيا على الحرب ضد روسيا هو إيجاد المبررات لمحاصرة روسيا اقتصاديا، ومن بعد ذلك إحداث قلائل واضطرابات داخل الشارع الروسي. لكن يبدو أن الأمور انقلبت بشكل معاكس تماما بالنسبة للدول الأوروبية وحتى الولايات المتحدة الأمريكية. شعور المواطن الروسي بأن بلده يتعرض لخطر وأمنه القومي أصبح مهددا جعله يتمسك أكثر أولا بقيادة الرئيس بوتين، ثانيا يتجه إلى الإنتاج المحلي والإنتاج الوطني، والذي أسهم بشكل كبير في زيادة يعني الإنتاج الإجمالي الروسي غير ما كانت تعتقد لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا الدول الأوروبية. الآن يعني يبدو أن أوروبا في محاولتها زيادة العقوبات على روسيا تحاول تسييس كل شيء. يعني زيادة العقوبات هذا يعبر عن إفلاس الدول الأوروبية، والتي أصلا هي الخاسر الثاني من نتائج يعني من جراء العملية العسكرية الروسية، إذ أنها لا تبالي بمصالحها، لا تهتم ولا تكترث بمصالح شعوبها، وإنما تنساق وراء سياسة الولايات المتحدة الأمريكية. يعني صحيح العملية العسكرية الروسية كان لها نتائج سلبية، وهناك اقتصاديات كبيرة في العالم تأثرت، يعني أول الخاسرين من العملية للأسف هي أوكرانيا والشعب الأوكراني الذي يعني انهار كل اقتصاد أوكرانيا، دمرت المصانع، كل محطات الطاقة دمرت، وهناك العديد من المهاجرين والنازحين إلى دول أخرى أو داخل أوكرانيا. الخاسر الثاني بتقديري هي الدول الأوروبية. يعني نحن نرى أن العديد من المصانع الأوروبية من الشركات الأوروبية تركت أوروبا وهاجرت إما إلى الصين أو إلى الولايات المتحدة، هذا بسبب غلاء الكبير في موارد الطاقة التي بدأت تستوردها. نعم، هذه نقطة نقف عندها دكتور سمير.